احمد برنامج فاصل ونواصل. هذا البرنامج انا درته خصيصا باش ننشر البسمه والامن والامان ما بين الفنانين. اللي مخاصم نصالحوه، واللي مصالح نخاصموه، واللي ما عنده فيل نزيدوه فيلة. اليوم معنا النجم المغربي احمد شوقي، بغينا نعبروا ليه درجات الطونسيو ديالو فين غتوصل، ودرجات التحمل حتى هي فين غتخرج. نشوفوا هذه الحلقه فين غتخرج مع احمد شوقي. فاصل ونواصل. مراد وطاقم العمل كيتصلوا بالضيف وكيعلموه انه غادي يحضر معنا البرنامج توك شو سميتو 5 سنك على ام بي سي 5. برنامج فيه كيتلاقى الضيف مع جمهوره مباشره، ولكن الضيف اللي ما عارفش هو ان الجمهور دار ليد مع مراد، وحتى الضيفه الثانيه فاتي جمالي اللي غتكون متفقه مع مراد. المهم كلشي متفق باش يطلع لك الطونسيون. واسمح لينا من دابا، مرحبا بكم معنا في حلقه جديده من حلقات برنامج 5 5. برنامج 5 5 يستضيف يوميا نجوم 5 5 على قناة MBC 5. ضيف الحلقة هو نجم الأغنية الشبابية العالمي أحمد شوقي. فاصل ونواصل. الضيف هذا هو خارق للعادة، أحمد شوقي من الناس اللي كيقشبوا وكيضحكوا وعزيز عليه التقشاب. في هذه الحلقة غادي نحاولوا نجبدوا الأغوار ديالو ونقشبوا معاه ونشوفوا أشنو تحت راسه. معايا أحمد شوقي. صافي بخير، تفضل. نهار كبير هذا، نهار مطبز. الله بيك. شكون مال بيك؟ بيك زعما كنتينه مسلم. نفسر لي واحد الحاجه، الله عطيني هذيك الاغوار. عندي شي اغوار انا ما فهمتش. الله يكبر فيك اخي، حيت تبعت انا الشخصيه ديالك ملي بديتي وانت اغوار. سي احمد شوقي، انت من الفنانين اللي ثاروا جدل مؤخرا مع الشاب خالد. اش نقصك انت الشاب خالد؟ زعما عندك الصوص ديال الشاب خالد، او بغيتي يعاونك باش تفك ديك الازمه ديالك مع رضوان؟ بجوج بهم. باش الشاب خالد يتعامل مع شي واحد راه خصو يكون كومبيتون، خصو يكون في المستوى العالي. كوب كوب عفاك كوب، ما قنعتينيش بالجواب ديالك اخو ديال. ما كنقنعكش اللي كنت معنا الناس صاحبي. لا حيت بنتي انت كتلصق، قلتي لي رضوان دز الشاب خالد، وفين هو شوقي؟ هو جالس معك المنع يتعيط الشاب خالد ولا ليلي؟ انت كتلصق هاش رضوان هاش الشاب خالد، ما دويناش على شوقي. شوف خاو، هاد القضيه التلصق ما كايناش. خاو ما جوج الناس عندهم اصوات وفنانين كيتلاقاو وكيعملوا واحد الزواج فني. انت الزواج ديالك انت مع من؟ مع خالد ولا رضوان؟ كلشي زواج عندي انا. انت كتزوج برضوان مره 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 مع خالد؟ لا، تزوجت الاول رضوان وطلقت ومن بعد دابا تزوجت مع خالد. انت متهم بالغرور. لا، اخر حاجه ممكن تقدر تقولها في الحياه ديالك كتبغي تبان زعما راك واعر، راك نجم. لا اذا خلقني الله كيما خلق سند باقي باقي هو هذاك، ما كاين لا غرور لا والو. ملي كتكون الكاميرا خدامه كتبغي تبانوا زوينين قدام الناس، ملي كضرك الكاميرا كيولي وجه اخر، كيولي شوقي اخر. دابا شوقي ملي غتشعل الكاميرا خليها مشعوله الخوا ديالي وتشوف واش عندي شي وجه اخر، واش كنبان لك كنتحول ولا ما كتعالاش على الناس. كون تعالج كون كاع ما جيت لهنايا بينيفول اصاحبي. الله يرضى عليك. شنو علاقتك كديره مع الفنانين؟ مزيانه. نعم، ما عندك حتى شي نزاع مع شي فنان؟ علاش غنتنازع انا زعما كدير شي ار باش نتنازعوا ليها؟ كل واحد عنده رزقه وعنده المجال ديالو. مع رضوان ما منازعش معاه، عاد هضرت معاه اخي مؤخرا، هضرنا انا وياه اخي عادي. تينا اللي عاد شفت هذا الوهم هذا باقي لك في الدماغ ديالك. ما عندكش اعداء الشهر انت؟ عندي شي اصلا، انا ماشي مشهور باش يكون عندي اعداء اصلا. نعم، وفعلا هذه الحقيقه. انا كنقول لك الحقيقه، ما خصك الحقيقه. نعم، هي اللي كنقول لك. شنو الدور ديال شوقي مثلا في هذه الديوع؟ واش انت هو نجي ندوز هذا الوقت تافه معك؟ لا عادي. ما تقولش لي، ما تقولش لي. لا، من اتفه البرامج اللي شفتها في الحياه ديالي الخاو ديالي، باش كتجي فنان وتدخل له بهذه الخصوصيات ديالو. شكون هو؟ نقول لك من الاخر، اللي خلق رضوان هو اللي خلقني. كون ما كنتش كنستاهل كاع ما غيتعامل معايا، ظالم الاخر. زوين ريح مطلق نويطه. عافاك الجمهور يسكت، الله يرحم باك داني. هضر مع الجمهور، خلينا نكملوا هذا الشيء. اي ما على برنامج هذا. سي احمد شوقي، علاش ما بقيتيش مشهور؟ الاسئله كيتقالوا هادو. لا جاوبني، حيت خاص كون غنمشهور مع العائله ديالي تبارك الله، وكيف تخرب بي. اما الهضره ديالك بالنسبه لي اللي ما عندها حتى شي معنى. ولكن انت جاي عندي حيت انا غادي نلم معك وغنبينك مزيان وغادي نشهرك. شاد المعني واش انا صبط الخاو ديال تلماني؟ وثاني الاغاني ديالك راه تافهه، راه حيت بغيت دير معاك مزيان. هكا غني غنى زوينه الخاو ديال الاغنيه ديالي، كانت في مونديال اصاحبي، مونديال ثلاث سنين ورا بعضيتهم كنعملوا الاغنيه ديالي اوفيسيال اصاحبي. انا كنواجهك بالحقيقه، وانا المرايه ديالك. شنو المرايه ديالي؟ اعوذ بالله، مش طراجي من الخاو اذا كنت تينا المرايه ديالي. لا زعما انت لا ما تضحكش. لا اعوذ بالله، مش طراجي واخا تكون كيما كنت يا اخي نتخلع. وما تضحكش اصاحبي على خلق الله. يا ربي اش درت في حياتي باش تصطادت فنان بحال هذا؟ والله يا درتي غير الحسن. وراه هو صاحبي اللي ما كيعطيش، اش غنقول ليه انا؟
شو ما هادشي والله. خويا انت ما عندكش علاقه، شوقي شوقي ما عندكش علاقه، ما عندكش علاقه انت بهذا الشيء، مسائل تقنيه ما عندكش، ما عندكش. شوف جيتي باش تخلعونا ولا نعطيك الضيف المفاجاه؟ شكون نستقبلوا حاليا؟ فاتي جمالي ضيفه هذه الحلقه. اهلا صافا. الحمد لله. اهلا صافا. كتعاود لاباس عليك؟ صافا الحمد لله. وانت فاتي جمالي من الفنانات اللي تألقوا مؤخرا وداروا بزاف ديال الدورات اللي قدام واحد بزاف ديال الفنانين اللي كيدعيوا الغناء. فاتي جمالي كيفاش درتي داك الكليب الاخر ديالك الا عجبك خودي، وكيفاش تألقتي هذا التألق؟ اون كوب مراد نتفاهم انا وياك على واحد الحاجه قبل ما نبداو. الله يخليك، كلي كنت رعد معصبه من 10 الصباح وانا ناشريني، السيد ما جاش في الوقت. اولا هذا السيد سميتو احمد شوقي ماشي السيد. احمد شوقي كنعرفو سي ان امي، ولكن ما عجبنيش لو جيست اللي درتي باسكو انا منشوره. ما عرفكش اصلا انت ما عرفكش اصلا هي راه كاينه. انا عندي طوغناج من بعد، كاين ايكيب قد السخط. راه هو اللي تعطل. لا لا منك انت اورغانيزي ديالك اصاحبي، ما تقوليش لي لا واش سا في با. وانا كنقول لك قبل وانا واقفه هنا سمعتك اش كتسول السيد، ما تسولنيش التخربيق. الحمد لله ماشي غير انا اللي كاين في الدنيا كيقول هادشي. شوف كل كنترعد تخيل الجمهور كامل غيبقى كيتسرع هذا صاحبي من هذا البرنامج. والله غلغي قسما بالله، سامح لي غامس. لا وانت ما اعتذرتيش حتى انت صاحبي. اعتذرت والله. لا ما اعتذرتيش اصاحبي. الحين دخلت ماشي في برنامج اعتذروا، ما كانوش عارفين ما توقيت زعما غير تصدع في السوق. والله الا درنا مع العشرة وجيتي حتى للجوج. الطريق بعيده. سمعتي يا فاتي واش انا درتي حاجه؟ انا والله ما كنصحاب لي كون صحاب لي فاتي جميله غتكون نجي في 9 الصباح. ولكن راه كلنا احمد كلنا كنعرفو نتعطلو. لا كلنا كنعرفو نتعطلو، حتى حد ما احسن من شي حد. كل الغايب حجزتو معاه، كل واحد عنده الظروف ديالو اللي ما يقدرش يجي. لا ولكن انت قالوا لي كيتسناكم من الصباح. مزيان. وانت عارف لوطيل جالس وناشر نحنا كاملين. ماشي نو كانوا هادو حوايج كنقدر نحسن. والله ما بروفيسيونيل. خويا نقول لك واحد الحاجه، اصلا ماشي بروفيسيونيل باش تفيقني مع 10 الصباح اخي. علاش اخويا؟ علاش؟ انا بروغرام ديالي. قولها ليهم في الصباح من العيطون. خواش كاين شي برنامج كيتعدل على 10 الصباح ما نعملو التحاليل حنا. كتحترمش مواعيد. للاسف هادشي اللي عطى له، كل واحد عنده الديفو ديالو في الحياه. انا لا انت لا واسمح لي، لا حيت هاد الناس كلهم كيتسنى. معروف عليا في راسك. لا حيت في الاصل ما كنتيش تجيبني يا صاحبي، وهني راسك. ني انا خايب تنهضر على شي كنعملو مع بعضياتنا هنايا. بالنسبه لك انت واش بروفيسيونيل؟ ماشي بروفيسيونيل اصلا، انا ماشي بروفيسيونيل، انا عشوائي. انا ماشي مع صدر ربي هيدا عرفت اللي جات مرحبا بها. راه انا اللي حمار جايبك. سمعتي حاجه؟ تتعب بيجي تل دابا اجي عمرك اللي تير. استغفر الله. لا 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 احمد واش واحد يدخل هاك احمد راه هو صاحبي احمد راه هو اللي جمع الطلا صاحبي احمد احمد غادي يدق مني عني ضرب احمد 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 قول عندو لا مشي للراجل احمد 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 صافي 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 راه ضربتي بعد مني اختي عافاك احمد حيد حيد مراد حيد مراد حيد مراد حيد مراد حيد مراد حيد مراد اجي هنا اجي صافي جيبوا لي الماء 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 جيبوا لي قرعه الماء راه تخرجتي ما تقربش علي اجي صافا جيبوا له اون شيز هنا عفاكم جيبوا اون شيز على شي بوكي نطلع لا احسست والو اصاحبي حرام عليك اصاحبي والله العظيم والله العظيم حيتكون البن عيد اجي اجي جلس هنا اجي جلس هنا
ماشي هذا. وسمحوا لنا اذا شفتوا هذا واحد القضيه. راه ماشي انا بوحدي اللي متواطع معاك، الاول هو هذا الجمهور كامل. دخلت لي الشيخ فراسي حرام عليك. وانا اسمح لي ثاني حاجه، داكشي اللي قلت لك ثاني حاجه. حنا بغينا نستفزوا احمد شوقي ونطلعوا ليه الطونسيو فعلا الدرجه العليا ديال الطونسيو. تحيه لاحمد شوقي.